وننظر أيضا إلى تحركات البيتكوين خلال هذه الأثناء، شاهدناها منذ قليل بقرب من 49 ألف دولار عفوا، بعد أن وصلت إلى 43 ألف دولار في تداولات يوم أمس، ويبدو بأنها أو يوم الأحد تستقر بقرب من هذه المستويات. ريبل إثيريوم أيضا لا نشهد تحركات كبيرة. أما بالنسبة للعملات الرئيسية اليوم كيف تتحرك، شهدنا بعض القوة للدولار أمام اليورو والاسترليني، ولكن تحركات لا تذكر. الأسترالي والنيوزيلندي هذه العملات لا زالت ترتفع منذ جلسة يوم أمس. ينضم إلينا من بيربنغهام جايلز كوغلان، كبير محلل أسواق العملات في HYCM. أهلا بك جايلز معنا. يعني أود سؤالك سريعا، البيتكوين في ظل كل هذه الضجة التي نشهدها، تقارير البنوك سيتي كان آخرها يراها بأنها قد يعني تكون في تيبينج بوينت اليوم لتكون عملة التجارة، البعض ينظر إلى هذه التقارير بشكل غير مقنع، ما هو موقفك اليوم من البيتكوين والتحركات الأخيرة التي شهدناها؟ Well, my position on Bitcoin is that the recent موقفي الشخصي من بيتكوين هو أن الرالي الذي حصل مؤخرا يختلف اختلافا كبيرا عن الرالي السابق الذي رأيناه عندما ارتفعت الأسعار إلى 20 ألف دولار. فالارتفاع الكبير الحاصل مؤخرا كان ناجما عن اهتمام المؤسسات، فبما أن المؤسسات باتت مهتمة، شركة تسلا مثلا اشترت 1.5 مليار من عملات بيتكوين لقسم الأموال النقدية. هذا يظهر أن اهتمام المؤسسات مختلف، وهناك اهتمام متزايد من المؤسسات الاستثمارية بشراء بيتكوين. طيب، سنستمر طبعا في مراقبة تحرك الأسعار. دعني أنتقل معك إلى ما يجري اليوم في عملات الأسواق الرئيسية. يبدو بأن تدهور الدولار توقف خلال الآونة الأخيرة، وهذا على الرغم من التراجع الذي شاهدناه في عوائد السندات الأمريكية. الدولار استمر في تسجيل مكاسب، وصل إلى المؤشر 91.4 تقريبا. هل هذا يعطي أي إشارات معينة؟ هل يقول بأن تراجع الدولار انتهى أم ليس بالضرورة؟ نعم، ليس بالضرورة. فبما أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة منخفضة على ما يبدو حتى 2023، وبما أن مشتريات السندات تظل مرتفعة، وبما أن هناك حزمة مالية كبيرة، فيمكن الحديث عن المزيد من الضعف في الدولار. لكن الأسواق ليس لديها قرار نهائي، لذلك هناك شراء عند مستوى 89.5، لأن الأسواق تنظر إلى وضع الاقتصاد الأمريكي وتقول إن وضعه أفضل بكثير مما خشي المستثمرون. إذن الدولار الأمريكي مدعوم بهذا التعافي الأحسن من المتوقع، وهذا الأمر تمظهر في ارتفاع عوائد سند العشر سنوات الأمريكي. ماذا عن استرليني؟ يعني استرليني بعد أيضا يعني وصوله إلى أعلى مستويات في 3 سنوات تخلى عن جزء من هذه المكاسب. اليوم يحاول الاستقرار بالقرب من دولار 39 سنت. كيف تنظر إلى الاسترليني على المدى القصير؟ على المدى القصير الاسترليني سيجد من يشتري عند الانخفاض، طالما أن الدولار لا يقوى فجأة. نتوقع للجنيه الاسترليني مقابل الدولار أن يكون هناك شراء عند انخفاضه، ربما يختبر المستويات العالية التي وصل إليها مؤخرا. الوضع في المملكة المتحدة يظل إيجابيا عموما. نحن خرجنا من مفاوضات البريكزيت، ولدينا صفقة بريكزيت أبرمناها في المملكة المتحدة، وهناك ثلث السكان الذين حصلوا على اللقاح، ونحن من المتوقع أن نخرج من عمليات الإغلاق العام على أرضية صلبة إذا استمرينا في هذه الوتيرة من برامج التطعيم في المملكة المتحدة. إذن السوق تظل متفائلة بخصوص الاسترليني، ولهذه
أسباب يستمر الاسترليني في الصعود. الجانب الهابط الوحيد هو إذا تباطأنا في الخروج من عملية الإغلاق العام. إذا حصل ذلك وطالت فترة الخروج من الإغلاق العام، هذا الأمر قد يشكل ضغطا على الاسترليني. جايز، ما هي العملة التي تفضلها اليوم أيضا على المدى القصير بين العملات الرئيسية؟ Well, I quite like the New Zealand dollar Japanese yen pair. أنا أحب زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني. فنبرة العزوف عن المجازفة التي رأيناها عبر عمليات البيع في الأسواق كانت ناجمة عن الارتفاع الحاد في عوائد السندات. إذا نظرت إلى بنك أستراليا المركزي، هو تدخل لزيادة المشتريات، أما المركزي النيوزيلندي فهو قال إنه مستعد لشراء مزيد من السندات، والمركزي الأوروبي يراقب عوائد السندات بشكل وثيق. كل البنوك المركزية باستثناء الفيدرالية يبدو أنها تراقب عوائد السندات المرتفعة، وهي تقول إنها لن تسمع لعوائد السندات بمواصلة الارتفاع. إذا حصل ذلك فإن المجال مهيأ لارتفاع البورصة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الكثير من العملات مثل الأسترالي مقابل الفرنك السويسري والنيوزيلندي مقابل الين. هذه هي العملات التي نراهن عليها ضمن هذه الظروف. جايلز كوغلان، كبير محلل الأسواق في HYCM، شكرا جزيلا لك. ويبدو بأن المؤشرات الأمريكية تتخلى عن مكاسب بداية الجلسة، ولكن بشكل طفيف أيضا هذه التراجعات على S&P، بينما الداو يحتفظ بعشرين نقطة مئوية من الارتفاعات. وبهذا نصل إلى نهاية بورصات العالم لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.